عموما مشاهدينا مع اقتراب ختام 2023 أيضا راح نسلط الضوء على أصغر روائية سعودية تبلغ من العمر 13 عام في رصيدها الأدبي حتى الآن، روايتين باللغة الإنجليزية. خلونا مشاهدينا نرحب بغنى خليل، أصغر روائية لعام 2023. أهلا وسهلا فيك، حياك الله غنى. أهلا وسهلا، والله تشرفنا. شكرا لك، احنا اللي تشرفنا فيك وتشرفنا بتواجدك اليوم معنا. غنى عمرك 13 سنة صحيح؟ صحيح، العمر كله يا رب. طيب عندك روايتين غنى، ليت تكلمينا عن الروايتين بشكل عام، ومتى خلصتي من الرواية الأولى والرواية الثانية وكانت عن إيش؟ فالرواية الأولى اسمها The Desert Road، تقريبا قبل سنتين أو أكثر، كان عمري 11 سنة. تتكلم عن صديقتين بيلا ولوسي، كانوا يتعرضون للتنمر بسبب اثنيهم اللي غير عن البشر، فكانوا عندهم حلم انه يتفوقوا على هذا التنمر، وفي الاخير ما في حرق يعني ما تشويق. كمان طيب ممتاز يا غنى. غنى كلمينا طب اوكي، الروايه الثانيه عفوا. اوكي الروايه الثانيه كانت هذا العام، عمري 13 سنه. اسمها Infinite Realm بالانجليزي، وموغريو إيكي باللغة اليابانية. هي الرواية عندها لغة إنجليزية ويابانية. حلو حلو، وتكلم تكلم اليابانية عن أشخاص كثير، حوارات، الحوارات والأشخاص كلها يابانية، فخليت الحوارات نفس الشيء يعني ياباني. أما باللغة الإنجليزية مكتوب السرد، وكان يعني شيء جديد بالنسبة لي أن يكتب باللغة اللي أحبها الياباني. ما شاء الله عليك، كان فخر. غنى يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا كمان راح أسألك عن يعني كيف قدرت تكتبي مثلا بعض الحوار اللي يصير في الرواية الثانية باللغة اليابانية، لكن أبغى أسألك في البداية يعني رواياتك أو الروايتين اللي كتبتيها، هل مثلا هي مخصصة لفئة عمرية معينة؟ أبغى أسألك كمان عن شعورك في منصة التوقيع، وكيف لما شفتي إقبال الناس وهم يسألوك عن الرواية وتوقعي لهم عليها. أولا، هل هي مخصصة لفئة عمرية؟ أقول يمكن الرواية الأولى اللي هي The Desert Road تقريبا مخصصة للأطفال أكثر من الرواية الثانية، ولكن الثانية تعتبر لأي عمر سواء كان صغير أو كبير. حلو. وكيف كان الإقبال على روايتي في معرض الكتاب؟ كان الإقبال جدا جيد، كان يعني حماس جديد إنه الناس فرحانين فيه، كان وانباعت النسخ كلها الحمد لله. شعوري بمنصة التوقيع كان شعور يعني أكثر من جدا جميل، ما شاء الله، وكان فخر وسعادة بالنسبة لي ولعائلتي لأصدقائي اللي حولي يعني. وإحنا كمان نشعر بالسعادة والفخر فيك غنى. طيب وقت كلميني عن بداية الفكرة، متى بدأت الفكرة؟ يعني من اللي شجعك وقال لك غنى اكتبي رواية، أو هل أنت بديتي من نفسك؟ يعني كلميني عن قصة هذه البداية، يعني توك أنت صغيرة فنادر ما نشوف أحد بعمرك يكتب رواية. كانت البدايات، كان بابا دايماً يوديني المكتبات، أروح مع المكتب أقعد أكتب وكذا، ودخلني دورات تدريبية كثير يعني أكثر من 55 دورة تدريبية، وأغلبها في الحضر الصحي، فيعني ما قعدت ألعب في الحضر الصحي، فأخذت يعني وقت أتعلم على أشياء جديدة. فبابا اكتشف أني أحب الكتابة وأحب أشياء مجالات كثير، بس أكثر شيء الكتاب. فالشكر الحمد لله لله ثم بابا.